أخوكم المجاهد أحمد عبد الكريم أحمد الخطيب من محافظة إب مواليد صنعاء وساكن وعيشتي كلها في صنعاء. الآن أنا في جبهة نه وعملي هو إعلام حربي، ولكن حصلت ظروف أدت إلى تراجع النصر، ولهذا حصل تقصير في الجهاد وخذلنا الله وراح علينا عدد من الشهداء، وكنت أيضا أنا سأكون واحد من الشهداء. أناشد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد المسيرة القرآنية بالاطلاع والمتابعة لجبهاتنا، لأن جبهتنا تعاني من نقص في المؤمنين، ولهذا يتأخر النصر. ف يا سيدي عبد الملك، نريد أن تتابع هذه الجبهة وأن تضع عينك عليها، لأنها مفتاح النصر إلى الرياض. هي نهم، إذا سقطت نهم ستسقط بعدها مارب، وسنقتحم إن شاء الله وكر آل سلول. طبعا أنا كان معي رعاية، استلمت 20,000 رعاية قبل أسبوعين. قبل أسبوع أديتها لواحد من المجاهدين على أساس أنه يوصل لي الرعاية إلى صنعاء، لم تصل إلى صنعاء إلى اليوم. اليوم لنا أسبوع، ف يعني إذا كان هكذا معاملة المؤمنين، كيف أنا أدافع عن هذا الوطن ولم تصل رسالتي إلى بيتي؟ لماذا لا يعطوننا تلفونات صغيرة؟ لا نريد لمس، نريد تلفون عادي للتواصل لكذا. لماذا لا؟ أو ليس لنا ثقة؟ ولهذا أناشد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن هذه الجبهة غلط، في غلط، وقيادتها باطلة والحق ضائع منها، ولهذا هم من يسبب بعدم الانتصار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لا قوة يا أبو هاشم، فوقهم فوقهم. قوة يا أبو هاشم، قوة. كتب أجرك وأجر أبوك وأمك. يا ساجد يا ساجد. أحمد عبد الكريم الخطيب من محافظة إب مديرية بعدان عزلة سير. يعني قلت ما بيوصلوش الأمانات، ما بيش يعني، قلت ما بيش مجاهدين يعني صدق مؤمنين، وما بيش كذا. اتكلمت بهذا الكلام كذب ودجل، يعني المشرفين يجلسوا ما نبصرهم، مش ما نحصلهم، مش إلا نادرا يعني. والله واحنا نقدم.